استخدم نصائح خارجية حضارات السابق والحضارات. بمناسبة احتفال باليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج والذي يقام هذه السنة تحت شعار الشباب المغاربة بالخارج انتظارات والإسهامات، يشرفني أن أرحب بكم جميعا متمنيا لكم ولجميع أفراد الجالية المغربية التابعة لنفوذها لهذا الإقليم والمغرب بصفة عامة مقاما سعيدا بين أهلكم وذويكم، وأشكركم على تلبية لكم الدعوة لهذا اللقاء التواصلي الذي تنظمه عمالة إقليم المواصل احتفالا باليوم بهذا اليوم السعيد. حضرات السيدات والسادة، إن هذه المناسبة الطيبة هي فرصة لصلة الرحم والتواصل معكم، كما أنها تعتبر محطة للتقييم وتجسيد للرعاية الأولوية والعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لقضايا الجالية المغربية القاتلة من الخارج. وكذا سنة الوطنية تندرج ضمن سياسة القرب التي تنهجها حكومة جلالته تنفيذا لتعليماته السامية الرامية إلى اقتراء أكثر من رعاية إلى أوفياء والاستماع إليهم ومشاركة همومهم وتطلعاتهم لتمكينهم من التعرف على يثهم الثقافي لبلدهم الأصلي، كما جاء في معرض الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد في سنة 2016. كما قلت في الكلمة ديالي أنا وعي يعني بالوضعية ديال الأطفال ديال الجالية ديال المحكمة السواق ديال يعني الإطراد ديال الكونجي ديال ورأينا على مستوى ديال الإقليم كنستقبلوا يوميا كنستقبلوا أطفال ديال الجالية. الحمد لله المعظم ديال الناس اللي كنسكنهم كنقول معاهم الحلول وكنقول المشاكل ديالهم في باب استثناء انه ماشي كاين حنا راه في الدوله ديال المؤسسات المسائل اللي كتعلق بالقضاء راه كتعلق بالقضاء، راه كاين السلطه ديال القضاء وفصل السلطه حاجه اللي فيها الطرامي على واحد الارض في هذا كنوجهو السيد اللي عنده شي مشكل ديال الطرامي ديال هذا كنوجهو في الخارج. ولكن المشاكل اللي هي ديال الإدارة يعني الحمد لله الجميع المشاكل اللي كنلقاو ليها السلام عليكم، سميتي نجيب المدن. Je suis très honoré d'abord j'ai اليوم ici pour recevoir une récompense pour هادشي اللي درت à l'étranger. J'étais combattant professionnel et d'abord je suis très honoré باش نجي للمغرب pour partager mon expérience, mon vécu et faire de belles choses. انا مغربي, je me sens chez moi ici et inchallah on va faire en sorte de partager l'expérience acquise à l'étranger. Inch'Allah. J'ai été pour ouvrir aussi une salle, Inch'Allah. Une salle à Bouskoura, Inch'Allah. Une salle internationale pour accueillir des champions de l'étranger. Et on va essayer de partager l'expérience, les khzena à l'étranger, Inch'Allah. كنضيفوا بان البطل العالمي اللي عنده عده القاب ومن الاصل مغربي اصيل وبغى يدير بغى يزيد واحد الزياده لبوسكوره اللي الناس في مستوى استقبلونا مستوى مزيان والصالح لصالح الشباب غادي يكون ابطال وغادي يجيو ابطال عالميين اللي معروفين على الصعيد الدولي غادي يجيو غادي ازرو هو فوالا. وتنشكروا في هذه المناسبه تنشكروا جماعه بوسكوره سعاده العميل الكاتب العام البشاويه وجميع السلطات والسلام عليكم. والسلام عليكم. عندنا اليوم عيد مهاجر قريب من وصل وتنشكروا سعاده العامل على هذا العرض هذا الحفل ديال اليوم اللي زعما حضرنا فيه جميع الاخوان من جميع عبر العالم وتنشكروا سعاده العامل على هذا النظام وعلى الشيء اللي قام به اليوم وبهذه الفرحه ديالنا وبهذه الهديه اللي هداوها ليا
التكريم من السيد الرئيس ومن رئيس مقاطعه ديال دار بوعزه ولا من القياد ولا من الدرك الملكي، وتنشكرهم بزاف بزاف بزاف. ودائما تحت الشعار الله الوطن الملك، والسلام عليكم.